كان بالنسبه لجيل حضرتك اهم حاجه هو اسعاد جمهور النادي الاهلي. ما هي دي كانت المشكله عندنا كلنا في اي مباراه واي بطوله. كان دايما كل واحد بيبص ازاي يسعد نفسه ويمتع نفسه علشان حامل هم اخواتك وزمايلك واصحابك وجمهورك. انت مش تزعلهمش يعني. الواحد لما كان بيأدي وحش كان بيبقى مكسوف من اهله ومن زمايله. فكان الهدف الاول عندنا ان لازم نسعد الدنيا كلها، وخاصة لما يكون يعني اهلك كمان يبقوا زعلانين عشان يعني شايفينك زعلان وانت زعلان عشانهم وكده وبتاع. فكانت حتة اسعاد الناس دي كان هدف مهم جدا عندنا. ما قلتليش برضو 80 جنيه اول مكافأة حضرتك عملت بها ايه وقتها؟ ده عملت كتير قوي. 80 جنيه دول يعني كان الدنيا وقتها كانت بسيطه. وكان طموح الناس برضو مش يعني مش زي دلوقتي يعني. افتكر ان انا اسعدت بيهم اخواتي يعني اصحابي كده. اهلك واسرتك لان دي اسمها فلوس. انت تعبت عشان تاخدها وزائد ان انت ايه استمتعت بيها يعني. طيب يعني دلوقتي كان ما شاء الله جيل الاهلي جيل عظيم فيه اسماء كبيره جدا. نفس الكلام هتلاقي في الزمالك، هتلاقي في الاسماعيلي، في المقاولين. علاقتكم بالانديه الثانيه واللعيبه في الانديه الاخرى ان دايما كانت علاقه طيبه، تسالوا عن بعض وفي المعسكرات سواء في المنتخب مع بعض الدنيا كانت حلوه كمان. والله مش عايز اقول لك على النقطه دي بالذات. احنا ما كناش بنحس الفرق خالص كلاعيبه اهلي، كلاعيبه زمالك، كلاعيبه اسماعيلي، كلاعيبه اتحاد. انا ما بقى يعني عمري ما حسيت ولا يعني ظهر فروقات او احقاد او يعني حاجات من اللي فيها تعصب دي. احنا كلنا كنا اصحاب اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد. اللعيبه كلها اصحاب. اللي احنا بننزل الملعب اولا بننزل الملعب احنا نازلين نمتع. كل واحد بيمتع نفسه الموهبة اللي هو ربنا خاصه بيها. فبنزل يمتع نفسه ويسعد جماهيره ويسعد أهله ويسعد نفسه. فحتى يعني المشادات ما كانتش موجودة في الملاعب بالشكل اللي ممكن بنشوفه دلوقتي يعني. كانت حاجة طبيعة موجودة بدون توجيه وبدون اعتذارات وبدون أي حاجة. يمكن انا ما افتكرش ان حصل احتكاك او خناقه في الملعب بين اهلي او زمالك او اسماعيلي. طبعا هي دي العلاقه اللي كانت موجوده.